الحصول على التذاكر لحضور الألعاب الأولمبية في سوتشي يستعصي على الكثير من الناس، سواء كانوا من رؤوس أنفسهم أو من الأجانب، وذلك لأسباب تنظيمية بحتة. الأماكن متوفرة في المدرجات، لكنها تبقى شغيرة لصعوبة شراء التذاكر على الإنترنت وفي الشبابيك المخصصة للبيع. أمر مخجل، الناس واقفون هنا، الروس والأجانب على حد سواء. أعتقد أنه من الخطأ الاكتفاء بنقطة بيع واحدة للتذاكر. أشعر أنه من الصعب على الأجانب شراء التذاكر على الإنترنت، وبما أنني لا أستطيع شراءها على الإنترنت، أنا مضطر للوقوف في هذا الطابور الطويل للحصول عليها. الأمر يستغرق وقتا طويلا. لكن الذين اشتروا مسبقا تذاكرهم مرتاحون أكثر، ويجدون الوقت الكافي للتفسح والتسلي بالعروض الثقافية التي تقام في الهواء الطلق في قلب المدينة الأولمبية. ولو أن التدابير الأمنية الصارمة قد تعطل أحيانا دخول المتفرجين إلى الملاعب.